السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم شباب اخباركم ايه؟ إن شاء الله المسألة دي هي حل النوع الثاني من مسائل الوير. إيه النوع الثاني من مسائل الوير ده يا باشمهندس؟ النوع الثاني من المسائل إن هو يديك مسألة ويقول لك إيه؟ ويقول لك إن أنت اللي هتعمل الجيومتري بروفايل، وعلى أساس الجيومتري بروفايل هتبدأ تعمل الاتشيكات بتاعك. فبيقول لك إن أنا عندي كلير أوفر فول شارب كريستد ديفرجن وير، بيقول لك ان انا عندي هضار شارب يعني شارب يعني حاد، ديفيرجن وير يعني هضار بيستخدم في اعمال الكنترول اللي هي التوزيع يعني. از كونستراكتد اكروس مين بانل، بيقول لك اللي انا هنشئه خلال قناه رئيسيه ويز داون ستريم كروس سيكشن مع قطاع مبين في الشكل التالي. ذا بيك تشارج مديك كيو ماكسيمم ثرو ذا بانلز 40 متر مكعب على الثانيه، and the high water level upstream the weir site is 15 ونص. مديك ان ال upstream water level upstream 15 ونص given that canal site، بيقول لك ان الميول 1 ل 1 و2 ل1، وان ال percolation السي باي ب 15، وان الهيدروليك كوندكتيفيتي ب1 متر على الدقيقه. specific weight of plain concrete، بيقول لك ان ال specific weight الجاما material بتساوي 24 كيلو متر على متر مربع. ايه الفرق ما بين المساله دي والمساله اللي فاتت يا باشمهندسين؟ فرق شاسع. المساله دي اول حاجه هو منسوب، بديك منسوب ميه واحد هو الهاي ووتر ليفل، يبقى كل حساباتي هتكون على الهاي ووتر ليفل. طيب لو مديك الهاي واللو النورمال الحسابات بتتغير من اتش ماكسيمم وهكذا. تاني حاجه هو مديك كيو ماكسيمم، ده طبيعي، بدل مديك الهاي ووتر ليفل يبقى يديك كيو ماكسيمم. طب لو مديك النورمال ووتر ليفل هتلاقيه مديك كيو نورمال، او مديك اللو ووتر ليفل هيديك مديك كيو مينيمم. فعلى اساس اللي هو مديهولك هتحسبه. فالمساله دي هو بيحاول يخليك شغال في حته واحده، بمعنى ان انا اشتغل في سياق واحد ما استخدموش. طب لو انا قلت لك عندي ثلاث مناسيب في الاب ستريم ومديك كيو ماكسيمم، يبقى انت نفس المساله دي، يبقى انا هتعامل مع كيو ماكسيمم راي ووتر ليفل. طيب عندي ثلاث مناسيب ومديك النورمال ووتر ليفل، يبقى انا هتعامل مع كيو نورمال. طب عندي ثلاث مناسيب ومديك الووتر ليفل، يبقى هتعامل مع كيو مينيمم. تمام، يبقى على اساس التصرف والمنسوب اللي هو مديهولي هتعامل، مديني ثلاث مناسيب واديني كيو نورمال، يبقى انا هتعامل مع النورمال. المطلوب في المساله كالكوليت وير هايت، مطلوب منك انك تحسب لي الاتش والوير كريست ليفل، انك تحسب لي الليفل بتاع الكريست. اسيوم اليمنتري وير بروفايل جيومتري، يقول لك احسب لي الجيومتري بروفايل يعني فرض لي انت البعد بتاع الهضار. بعد كده كومبليت هيدروليك ديزاين، هيدروليك ديزاين اللي انا زي ما اتكلمت الصبح سيبج ابليفت اكزايت جريدينت، كل الكلام ده. طبعا في المساله دي انت هيبقى محتاج تعمل كل حاجه، سكورنج ثيكنس وهكذا. كوندكت ستراكشر ستابيليتي اناليسيس فور ذا وير بودي، محتاج انك تعمل ستراكشر ستابيليتي اللي هي الشير وسلايدنج اوفر تيرنينج اوفر ستريسز على الجسم الهضار بس، وترسم قطاع طولي للهضار. تعال نبدا المساله دي، كانت مفروض على الكارير اوفر فور ويل. انا هتعامل مع المساله دي ان الهضار اللي عندي هو هضار كلير اوفر فول شارب كريستال وير، وهيتعامل معاه ان هو ستاند ويف وير يعني هضار ذو عطب عريض. تعال ما نشوف وادي القطاع المجرى المائي، مديك اللي منسوب الميه منسوب اللي هو عرض القاع 15، منسوب القاع 11، منسوب الميه في الداون ستريم 15. تعال اول نتكلم ونحسب الوير هايت اند وير كريست ليفل. والله يا هندسه الوير هايت انت محتاج تعرف الاتش عشان تجيب لي حاجه اسمها البي. البي دي يا باشمهندسين، البي دي المسافه من الكريست لحد القاع. يبقى لو انا جبت منسوب الكريست وطرحت منه منسوب القاع اللي هو 11، يبقى انا جبت الهايت. ولو انا جبت الاتش ده اللي هو ايه؟ الاتش اللي هو بتاع ارتفاع الميه فوق عتب الهضار. فبيقول لك الاول هفترض ان انا عندي هضار فيومي او هضار شارب كريستال وير. في الهضار الفيومي او زي ما قلت كلير اوفر فول وير او الشارب، هتعامل مع انه معادله يا باشمهندسين، هتعامل مع حاجه اسمها المعادله العامه، الكيو بتساوي تلتين السي دي بي جذر 2 جي اتش تستطيع على الاثنين، السي 0.62 الجي 9.81 البي اللي هي بتساوي عرض المجرى ناقص 1 او عرض المجرى ناقص 2 2 في نص او ناقص 2 في 1 الكولوم انت اللي بتحدده، اتش تستطيع على الاثنين، اتش دي ارتفاع الميه فوق عتب الهضار. فانت هتقول لي 40 بتساوي التلتين في 62% في جذر 2 في 9.81 في البي اللي هي 15 ناقص 1 في اتش استطاع ال 2، يطلع لك من هنا الاتش بتساوي 1.35. طيب تمام يا هندسه تمام، يبقى انت عندك منسوب الكريست بيساوي ايه يا باشمهندسين؟ منسوب الكريست ليفل بيساوي الهاي ووتر ليفل في الاب ستريم ناقص الاتش،
الهاي ووتر ليفل في الاب ستريم بيساوي 15 ونص، ناقص الايت اللي بيساوي 1 35 بيساوي 14 و15. طيب لو انا قلت لك هات لي بقى ارتفاع الهدار ده، والله هندسه انا معايا منسوب العتب ومنسوب القاع، منسوب العتب ب 14 و15 ومنسوب القاع ب 11، يبقى 14 و15 ناقص 11 بيساوي 3.15 من 100 متر. كده انا جبت ارتفاع الهدار كله وجبت الاتش اللي هي ارتفاع الميه في عتب الهدار. الكلام ده لو كان كلير اوفر فول وير او شارب كريستد وير. طيب لو كان يا هندسه ستاند ويف وير او بروت كريستد وير، الموضوع بيتغير، انا عندي هنا منسوب وهنا منسوب، فالمعادله اللي بنعوض فيها بنقول الكيو بتساوي 2.05 سي بي اتش اس 1 اس 1 و6. ركز معايا، السي دايما بواحد عكس هنا باتنين اتنين، عشان كده ما بنكتبهاش في القانون. طيب يا باشمهندس البي زي ما قلت لك، يا تكتبها البي اللي عرض المجرى المائي، يا تاخدها زي البي اللي انت خدتها في الاوفر فول وير، يبقى عرض المجرى المائي ناقص واحد. فانا اتعاملت مع اللي هي الاساس اللي هو 40 بيساوي 2.05، وقلت ان البي هطرح منها واحد، يبقى 15 ناقص واحد اتش 1 اس 1 و6 تمام. في الحاله دي جايب الاتش 1 طلع معايا ب 1.23. انو اتش 1 يا باشمهندسين؟ اهو ده الاتش 1. يبقى انا لو عندي منسوب الميه واطرح منه الاتش 1 في الحاله دي، يبقى انا جبت منسوب الكريست الاولاني. فهم قايل له طيب انا عايز كمان منسوب الكريست الثاني، يبقى انا مطلوب مني اجيب دي. بيقول لك ان الخطوه دي الاس دي بتساوي ايه؟ من 4 ل 5 اتش 1 اور 2 البي اللي هو الارتفاع ده. طيب انا معايا المنسوب ده ومعايا المنسوب ده، اقدر احسب ده او 4 ل 5 اتش 1 على طول. ده معاك وده معاك. طب يا باشمهندس انا هعمل في الامتحان، في الامتحان دايما خدها ب 5 متر، في الامتحان دايما خدها ب 5 متر عشان تسال على نفسك الحل، عشان يبقى معاك المنسوب هنا تطرح منه واحد، يبقى انت جبت المنسوب هنا زي ما قلت اهو. يبقى الاس هاخدها ب 5 متر، منسوب الكريست ليفل الاولاني 15 ونص ناقص 1 23 طلع ب 14 27، اطرح من منسوب السكند كريست اللي هو المنسوب ده، يبقى 14 27 ناقص 5 في 5 اللي هي 5 على 5 يطلع ب 1 بيساوي 13 27%. يبقى انت كده جبت المنسوب الاولاني والمنسوب الثاني، سواء كان كلير اوفر فول وير وسواء كان ستاند ويف وير. تمام يا باشمهندس. الجيومتري بروفايل اللي قدامك ده بيسموه الجيومتري بروفايل للكلير اوفر فول وير او الشارب كريستد وير. انا يا باشمهندس اعمله ازاي؟ زي ما قلت لك الصبح في 100 مليون كتير جدا، فروق كتير جدا. طيب يا باشمهندس انا عشان اريح دماغي اسمع الكلام بقى، افرض الابعاد من فوق وبعد كده استنتج الابعاد من تحت وبعد كده هات السمكات. يعني ايه؟ يعني يا باشمهندس اول حاجه الاول عشان تبقى فاهم المناسيب، للاسف يعني عشان دي غصب عنك لازم تكتبها لان انت لسه جايبها اصلا، منسوب 14 و15 وده منسوب 11 وده منسوب 11 تمام. طيب الابعاد يا باشمهندسين عباره عن ايه؟ والله هندسه انت قايل لي ده من 3 ل 5 متر، خدها الماكسيموم 5 متر عشان اقلل الابليفت، وانت قايل لي ان ده من نص ل 1 متر، خدها 1 متر، والميل ده الميل ده 2 ل 1 يا باشمهندسين. طيب من ال سكورنج، مبدئيا هناخده 20 متر. طب يا هندسه هو المفروض افرده؟ لا، المفروض احسبه وبعد كده اكتبه. انا هقول لك 20 متر وهنبدا حل المساله بيه، فيبقى ده 20 متر. بعد ما تفرد الابعاد من فوق روح لافرد الابعاد من تحت. والله يا باشمهندس خلاص انا هاخد لحد الكسره دي 4 متر، يبقى الباقي كام؟ والله يا باشمهندس الباقي ما انت قايل لي 5 يبقى 1 متر. طيب الجزء ده، يا باشمهندس انا مش كاتب الابعاد بتاعه بس اكتبه، هيساوي 1 متر زائد 14 و15 ناقص 11 على الاثنين، يبقى الحته دي بيساوي 1 متر اللي هو عرض الهدار ناقص زائد، يبقى 14 و15 ناقص 11 يعني 3 و15 على الاثنين يطلع 1.8 من 10. يعني الحته دي هتطلع حوالي 2.8 من 10 متر. بعد كده انت قايل لي ان انا فارض اللي فوق 20 متر هناخد 10 متر قبل الكسره، بعد كده 9 متر، بعد كده 1 متر، يبقى انت عندك ده كله 20 متر. طيب يا باشمهندس الابعاد الرأسية، احنا قلنا ان التي واحد من نص الواحد متر هاخدها 1 متر يبقى منسوب 10، وقلنا ان دي من 2 ل 3 متر هاخدها 2.5 متر يبقى 10 ونص، 10 ناقص 8 ونص 1 ونص زائد 11 زائد 1 اسف يبقى 2.5، يبقى كده البعد ده 2.5 متر. طيب ده يا باشمهندس ده من نص ل 7 من 10 تي 2 هناخده 1.5 متر، يبقى ده منسوب 8.5 وده منسوب 9. طيب وده بيساوي من تي من نص ل 1 من اسف من 1 ل 1.5 تي 2، فانا هاخده زي تي 2 على طول هيبقى منسوبه 8.5. يبقى انا كده خلصت الابعاد بتاع الجيومتري بروفايل للكلير اوفر فول وير. طب يا هندسه لو كان برود كريستد وير او الستاند ويف وير نفس الفرضيه نفس الطريقه
حطيت المناسيب 14 27 و3 17 27 و11 كده. انا حطيت المناسيب، ابدا احط الابعاد من فوق 5 زي ما قلت لك في البروت كريست الوير يا باشمهندس، نفس الفرضيه بنفس الطريقه، مفيش اي فرق ولا اي حاجه هتعملها مختلفه. الجزء الوحيد اللي متغير هو الجزء ده، ده 5 5 5 او 20. انا كده فرضت الابعاد من فوق. طيب من تحت يا هندسه نفس الطريقه، ادي 4 ادي 1 ادي 5 اللي هي اللي انا فرضها، ادي 10 9 1، يبقى نفس الافراد، يبقى مفيش حاجه تغير. يبقى اللي هيتغير الوحيد يا باشمهندسين ان البركوليشن لينس هيزيد 2 و2 من 10 متر، هناك كان 2 و8 هنا كان بقى 5 فهيبقى يزيد 2 و8 من 10 متر، ده البركوليشن لينس. انما الباقي كله زي ما هو، ادي منسوب ال 11 ده منسوب ال 10 يبقى 1، ده 2 ونص يبقى منسوب 8 ونص، ده 1 ونص يبقى منسوب 9. بس خد بالك 11 ده منسوب 9 ونص عشان يبقى 1 ونص، انما لو 9 يبقى منسوب 2. نفس الكلام هنا، معلش دي 9 ونص يعني منسوب ل 2، يبقى هي 1 ونص، انا واخدها 1 ونص عشان الحل بس. تمام، يبقى انت عندك نفس الخطوات بالملي باستثناء الجزء اللي فوق. الجزء اللي فوق المعادله اتغيرت، جبنا الكريست الاولاني والكريست الثاني، وبعد كده نبدا نحل عادي جدا. طيب يا هندسه ابدا حل السؤال ده ازاي؟ نصيحه لله، لما تبدا تحل هنحل بالعكس. انت كنت بتقول لي يا باشمهندس انا كنت بديك شويه تفاصيل كده واقول لك شيك لي. التشيكه الاولانيه اللي لازم تحسبها في الاعتبار وتحسبها هي السكورنج. ليه؟ لان انا ما اعرفش ال 20 اللي انا فارضها دي مظبوطه ولا مش مظبوطه، ممكن تزيد وممكن تقل. لو قلت خير وبركه هسيبها زي ما هي، لو زادت يبقى انا محتاج ازودها. تمام، فانا اقول لك خلاص يا باشمهندس شيك لي سكورنج. والله يا باشمهندس انت عندك هنا منسوب، فككم من المناسيب دي، انا عندي ده منسوب 15 وده منسوب 11، يبقى الواي 1 على الواي 2 بيساوي نص جذر 1 زائد فروت تربيع النمبر تربيع ناقص 1، ده فروت 2 تربيع. طيب الفي 2 كيو ماكسيمم على الاريا، كيو ب 40، الاريا 14 اللي هي البي اللي انا لسه جايبها اللي البي ناقص 1 15 ناقص 1، والاريا والواي ده 15 وده 11 يبقى 4، يبقى 40 على 14 في 4 يديك بوينت 714. ندخل بدايه نجيب فرويد نمبر يطلع بوينت 113، وطبعا لازم يكون سب كريتيكال. تدخل تعوض في الواي 1 على الواي 2 يطلع لك الواي 1 ب 9 سم تقريبا، يعني 1 من 10 متر. تدخل تجيب الهيت جامب واي 2 ناقص واي 1 يطلع ب 3.9 من 10 متر، يبقى ال جامب 6 جامب يا طلعت ب 23 و4. يبقى انت عارف من جواك ان البعد ال 20 اللي انت فرضه هيزيد. ليه؟ لان انا باخد ال جامب الاكبر من حاجتين، الاكبر من ده والاكبر من ده، اللي هو ال اس ب 6 من 10 سي في جذر اتش اس، فالاكبر منهم هاخده ايا كان بقى، فهي كده كده هتكون اكبر من 20. فانا بقول لك ان ال اس بتساوي 6 من 10 سي في جذر اتش اس، الاتش اس الاب ستريم هيوتر ليفل ناقص الداون ستريم بيز ليفل ناقص الواي كريتيكال، يبقى لازم احسب الواي كريتيكال بتساوي الجذر التكعيبي للكيو تربيع على جي كيو ب 40 على 14 تربيع على 9.81 يطلع 94 متر. تجيب الاتش اس 15 ونص الهاي ووتر ليفل في الاب ستريم ناقص 11 اللي هو الداون ستريم بيز ليفل ناقص 94 اللي هو الواي كريتيكال، يطلع لك ال اتش اس 356 يطلع لك ال اس 2 ب 17 28. ده من الجواب ده بعد اذنكم. اقل من ال 20 يبقى تمام، بس ده هقارنه بالتاني اللي هو ايه؟ اللي هو ببساطه ال 23 ونص شويه، فيطلع لك في الاخر ان انا محتاج اكبر السكورنج لسه ل 24 متر. تمشي؟ ما تمشيش. يبقى انت فرضت الجيومتري تروح تغير الابعاد على الجيومتري، نفس اللي انت كنت عامله، يعني انت كنت كاتب ابعاد غيرها بس. هتلاقي الجزء عندي ده 4 1 ده ثابت وده 2 و8 ثابت، بدل ما دي بقت كانت 9 خليتها 11، وبدل ما دي كانت 9 خليتها 12، يبقى انت عندك 11 و12 و1 مجموعهم كام كده يا باشمهندسين؟ 24، يطلع 24 متر، يبقى انا كده مسيف سكورنج. اللي عملته في البروت كريست في الكلير اوفر فول وير هعمله في البروت كريست وير بالظبط، هتبقى الرسمه كده، والجزء ده زي ما هو مش هيتغير، والجزء ده اللي هيتغير بنفس الابعاد اللي انا فرضتها دي، طبعا المناسيب زي ما هي ثابته. تاني حاجه هعملها في المساله انك تشيك لي بيركوليشن. طيب ليه يا باشمهندس اشيك بيركوليشن؟ عشان اعرف انا محتاج شيت بايل ولا مش محتاج شيت بايل. ومعلومه، لو انا قلت لك
انه افضل تحط لي شيت بايل ولا تزود لي الابعاد افقيا؟ زود لي شيت بايل يا باشمهندسين ارجوكم. الشيت بايل رخيص، التزويد الابعاد افقيا ده كارثه. انت بتزود 10 متر، تخيل 10 متر في عرض قاعه مجرى 114 يعني 140 متر، 140 في 2 متر يعني انت زودت 140 في 2، زودت 260 متر مكعب خرسانه كده. لا الشيت بايل ارخص طبعا، فلازم اعمل شيت بايل. فهشيك بالكوليشن، انت قايل لي ان البلاي سي بلاي ب 15، اول حاجه لازم احسب الاتش ماكسيمم، الهاي ووتر ليفل في الاب ستريم ب 15 ونص، ناقص الاب ستريم الداون ستريم هاي ووتر ليفل ب 15 يبقى نص، الكريست ليفل ب 14 و15 ناقص 11 ب 3 و15. طيب يا باشمهندسين ايه اللي هيتغير ده ما بين ده والتاني لو كان بروت كريست وير؟ ال 14 و15 دي مش هتبقى كده، هتعوض عنها بالقيمه بتاع الكريست بتاع الهدار اللي هي كانت كام؟ اللي كانت 14 27، فيطلع لك 14 27 ناقص اللي هو 11 يطلع لك 3 27، يعني هيتغير عندك ده، يبقى بدل ما ياخد 3 و15 في حاله الكارير اوفر فور وير هتبقى 3 27 في حاله البروت كريستد وير. تمام، ندخل نجيب ال بي ثيوريتيكال سي بي في اتش ماكسيمم يطلع 47 وربع، نجيب ال اكشوال زي ما جبته الصبح، ال فيرتيكال زائد ال هوريزونتال زي ما انت شايف، خليت ال فيرتيكال لوحدها وال هوريزونتال طلع 38 و6، يبقى انا ال بي اكشوال اقل من ريكوايرد، يبقى انا ان سيف، يبقى انا محتاج شيت بايل، احتاج شيت بايل بابعاد قد ايه؟ 47 وربع اللي هو ال بي اللي انت الثيوريتيكال ناقص الاكشوال على الاثنين طلع 4 32، هاخد 4 ونص متر. بعد كده هجيب السي بي اكشوال، ومن هنا يا باشمهندسين المساله اتحولت لمساله انت درستها قبل كده اللي انا شرحها الصبح. كده المساله بتاعك بالابعاد الجديده بالمناسيب بكل حاجه تطبق كل اللي طبقناه الصبح. اتمنى يكون الموضوع سهل وواضح. طبعا لو كان بروك كريستد وير نفس كل حاجه، وهحط برضو شيت بايل هنا، بس الفكره ان هو يبقى عندك مايل كده وخلاص، ويبقى نفس الابعاد بنفس كل حاجه. اتمنى ان الموضوع يكون واضح، اتمنى اكون افدتكم ويكون الموضوع سهل. اخر حاجه التزموا بكلام الدكتوره في المحاضره، انا كلامي ليس الزاميا، يعني لو انا قلت لك النورمال ووتر ليفل والدكتوره قالت هاي ووتر ليفل فانت تشتغل على هاي ووتر ليفل. انا اتكلمت عن الصبح لما جيت اتكلم على لما جيت اتكلم في السكورنج والال جامب والهيدروك جامب، انا اتكلمت زي ما الدكتوره اتكلمت في حل الشيت، هي قالت اللي هي تستخدم النورمال ليفل فعشان كده انا استخدمته، لكن لو انت في السكاشن واخد هاي ووتر ليفل استخدم الهاي ووتر ليفل، لو مستخدم النورمال ووتر ليفل استخدم النورمال، لو اللو استخدم اللو، زي ما انت واخد في المحاضره وفي السكشن. كلامي ليس الزاميا، وشكرا جزيلا لحضراتكم.